إليكم أغرب 8 مواد كيميائية وجدت على الأرض حتى اليوم. السوائل الممغنطة هي سوائل تتمتع بخواص مغناطيسية عالية، فعند تعريضها لمجال مغناطيسي يمكن تشكيلها وتحريكها بشكل بديع ومذهل للغاية، تماماً كما نشاهد في أفلام الخيال العلمي. الجاليوم النقي، لونه الفضي الرائع ليس الشيء الوحيد الذي يلفت الانتباه لهذا العنصر، بل انخفاض درجة انصهاره أيضاً، حيث أنه يكون صلباً عند درجة حرارة الغرفة، ولكن ما أن تمسكه بيدك حتى يبدأ بالانصهار مباشرة بتأثير حرارة اليد، ويعود السبب في ذلك إلى انخفاض درجة انصهار الجاليوم حيث تبلغ 29 درجة فقط، وهي خاصية فريدة تميز هذا العنصر دون العناصر الأخرى، وهو من المواد غالية الثمن، فالكيلوغرام الواحد من هذا العنصر يقدر ب$3000. المواد المضادة للماء، ما هو الشيء الذي يتعرض للماء ولا يبتل؟ إنها المواد المقاومة للماء، ودون الدخول في تفاصيل علمية، إذا أضفت غبار بعض المواد السيليكية للرمال فإن حبيبات الرمل ستصبح مقاومة للبلل، وعند غمسها في الماء فإنها تحاط بطبقة من الهواء تمنع وصول الماء إليها. تظهر حبيبات الرمل المغطاة بالمواد الكارهة للماء عند غمرها بالماء متماسكة ومترابطة، بينما فوق الماء تكون على صورتها الحبيبية الطبيعية. الجدير بالذكر أن تلك الرمال تستخدم كلعب للأطفال. تقنية أخرى أكثر إبهاراً تشبه التقنية السابقة، لكن هذه المرة بتقنية النانو صانعة المعجزات، حيث أمكن إنتاج مواد مقاومة للماء والزيت والالتساخ بشكل عام. بالطبع سيسعد هذا الكثير من الأمهات، وهي تقنية المستقبل التي ستجتاح العالم، وفوائدها لا تعد ولا تحصى، فلن تحتاج لتنظيف الكثير من الأشياء بعد استعمالها، بدءا من الملابس مرورا بماكينات المصانع وحتى خلاطات الإسمنت. ثيوسيانات الزئبق، يعتبر احتراق ثيوسيانات الزئبق من أغرب التفاعلات الكيميائية، إذ يشبه ولادة مخلوق فضائي من القليل من مسحوق هذه المادة العجيبة، إنه مشهد رهيب بالفعل. هيدروجيل، مواد لديها قدرة عالية على امتصاص السوائل والاحتفاظ بها، فهي تستطيع أن تمسك الماء وتحتفظ بكميات كبيرة منه في داخلها علمياً، وهي مواد اصطناعية تحتوي تركيبتها على توليفة كبيرة من المواد التي تعمل بالتآزر مع بعضها البعض، وتصمم بطريقة تجعلها تشبه أنسجة متداخلة كأنها بيت عنكبوت محكم الغلق. وبات مألوفاً استعمال الهيدروجيل في العمليات الجراحية وأجهزة الاستشعار البيولوجي وأدوات حمل الدواء، فقد أثرت بشكل كبير في رعاية المرضى في السنوات الأخيرة، كما تصنع من الهيدروجيل العدسات اللاصقة اللينة، ما يجعلها قادرة على التآلف مع النسيج الحساس للعين، إضافة إلى تعاملها مع الجريان المتواصل للمياه الدمعية، وكذلك يصنع منها أيضاً كرات لتسلية الأطفال وفي وسائل ترفيهية متعددة. النيتينول، هذا ليس مشبكاً ورقياً عادياً، إنه مصنوع من خلطة النيكل والتيتانيوم المعروفة باسم معدن الذاكرة ميموري ميتال، وكما تشاهدون فإن المعدن لا ينسى شكله الأصلي أبداً مهما حاولت تشكيله مئات المرات، ويستخدم اليوم في التقنيات الطبية بما في ذلك أجهزة للحفاظ على تدفق دم ثابت ضمن شريان ما، وأنسجة تعمل مكان صمامات القلب المتضررة، وأيضاً أجهزة مراجعة تقوم بإزالة الجلطات الدماغية الخطيرة. الأيروجيل، أخف المواد الصلبة على سطح الكرة الأرضية، حيث تبدو لعين الناظر مثل تجمع ضبابي، لكن لا تنخدع بما ترى، إنها مادة صلبة بالفعل رغم خفتها وقابليتها للكسر مثل الزجاج، إلا أن بعض الأنواع يتمتع بصلابة غير عادية. مادة هلامية منخفضة الكثافة تم فيها استبدال المحتوى السائل للمادة بالغاز من خلال عملية تعرف بالتجفيف فوق الحرج Drying Supercritical، وكانت النتيجة التوصل لمادة ذات كثافة منخفضة جداً ذات خواص متعددة. وقد عمل العلماء في ناسا وعدد آخر من الشركات المستقلة الأخرى بعد سنوات طويلة من البحث إلى تطوير جديد لها أكثر قوة وروعة، وهي سبيكة الهواء إيرلوي، لتكون مادة ناسا الخارقة الجديدة. ما يجعل هذه المادة الجديدة واعدة هو طواعيتها كي يتم هندستها لتحمل الظروف والبيئات المتطرفة، مما يجعلها المادة الصلبة الأخف على سطح الأرض،
كما أن خفة الوزن والصلابة ليسا الأمران الوحيدان اللذان يميزان هذه المادة فقط، بل أيضا قدرتها الفائقة على عزل الحرارة، حتى أنه يمكن هندسة بعض سبائك الهواء التي تعتمد في تكوينها على لدائن معينة لتحمل أوزان تبلغ 200,000 ضعف وزنها الأصلي. المعجون مبتلع الحديد. العجينة المغناطيسية من الممتع جدا اللعب معها، فهذا الوحش المغناطيسي مدهش للغاية، فيمكنك صنعهما من أكسيد الحديد والصمغ والحديد السائل وبعض المواد الكيماوية الأخرى التي تعطيها قوة جذب مغناطيسية هائلة، كما تساعدها على مقاومة الجاذبية الأرضية فتتحرك بحرية وتلتهم أي جسم معدني مهما كان حجمه. وقد اكتسبت شهرتها العربية تحت اسم المادة السوداء التي تلتهم كل شيء.